أنا قطعت طريق كل الصعب ال4 سنوات اللي فاتت، إنه بس بديت إنه أوصل رسالتي للعالم، وكنت كنت أحس إنه شوية يخاف، وخاصة بعد ما سويت كتابي بطلت أحكي قصتي الشخصية، وقلت خلاص راح يعني بلكي إن شاء الله أوصل الرسالة بس شوية أرتاح وأدرس ومثل بقية البنات، بس أحس بمسؤولية كبيرة، إنه جائزة نوبل شيء يعني مش قليل، تنطي للناس اللي عملوا، اللي تعبوا، اللي حاولوا يعني طلبوا السلام، وأني يعني أحس بمسؤولية، يعني ما أني صدقني اللي الشيء اللي صار علي وخسارة عائلتي والمستقبلي وكرامتي ما خلت عندي الكثير من الطاقة كي أستمر، ولا اللي كضحية يعني يعني نشوف عدد النساء اللي تتعرض لهذا الشيء بالملايين في العالم كله، فنحتاج نشوف عدالة للمرأة، نحتاج إنه المرأة أن تتقبل رسالتها وما تحس بالخوف من تنطي إفادتها. الشيء اللي تعلمته أنا من بعد ما صار هذا الشيء، إنه أصعب شيء أن تكون مرأة، يعني كان لو كنت رجل من جد داعش كنت انقتلت برصاصة واحدة، بس لأنك مرأة تحتاجين يعني لازم تغتصبين، لازم تاخذين سنوات حتى تقدرين توصلين رسالة. الملاحق احنا يعني الآلاف، أعتقد أنك رحت وشفت ناجيات، الآلاف من الناجيات انطوا إفادتهم، منهم من طلع وكشف وجهها، منهم من انطوا إفاداتها بالسر. اشتغلنا صار لنا 2 سنين نشتغل مع أمل كلوني ويا فريقها، نشتغل مع UN. داعش بنفسه علن، داعش بنفسه علن شنو سوى باليزيديين وشنو كان هدفه. فإن شاء الله التحقيق راح يعني يصير، وراح نشوف بعض، يعني حتى لو مو كلهم، بعض من هذول اللي ارتكبوا هذه الجرائم بالمحكمة. هو يعني شيء زين وشيء كبير، وإنه بس الشيء اللي نتمناه دائما إنه هاي الحركة يعني كل مرأة من تريد تحكي تكون يعني تشعر بالأمان. أنت إذا تريد تحكي عن قصتك إذا ما تشعر بالأمان يعني صعب، فأتمنى من العالم إنه يستقبلون الرسائل وقضية المرأة، ويعني إنه تشعر بالأمان من تريد تحكي عن الشيء اللي صار بيها.